شد الحيل يلا جينا عالإنجاز الشعبي جينا، جينا نحقق أمانينا، جينا نغير ماضينا، جينا نحقق أمانينا، جينا نغير ماضينا، جينا نعلي الفخاري بأحلامنا وأمل شبابينا. شد الحيل شد شد الحيل يلا جينا عالإنجاز الشعبي. لنا من القصص والتجارب بما يكفي لسماع الحكاية. مررنا بأزقة وحارات، تعلمنا نحزن، نحب، نفرح، نموت، نحيا كما يفعل الآخرون، نحبو، نركض، نحلق، وتتعدد أفعالنا بماضيها وحاضرها، لكننا مستقبلنا بإصرارنا على البناء وإن كثرت حجارتنا المبعثرة. لازلنا نسعى نحو بيت يتسع لأطيافنا، لأحلامنا، لنصل عبرها وبها لمساحة نلتقي أو نختلف بها وعنها. للذات ذات وللكيان كيان، ذات تضنيه الحرب وكيان تشتته الصراعات الداخلية، وكلاهما تدفعه بعيدا عن شواطئ غزة وتسحبه نحو الهذيان، غير أنه يستند على حطامه ويصر على البقاء، يفكرون بأنفسهم وبغيرهم، مستندين لقول الشاعر محمود درويش: فكر بغيرك. هنا في بيت حانون، بيت لاهيا، ومخيم جباليا، تل الزعتر، بمدينة غزة ما بين حي الشجاعية وحي التفاح وتل الهوى وحي الرمال، وبمحافظة رفح ما بين خربة العدس ومخيم تل السلطان ومخيم حي السلام عاصمة الأنفاق، ومحافظة خان يونس ما بين بني سهيلة والفخاري المنفية. تعددت الأفكار والمبادرات الشبابية في مجتمع فتي تصل فيه نسبة الشباب إلى 49% حسب إحصاءات المركز الإحصائي الفلسطيني. أفكار تنمو كأزهار الربيع، وفراشات تغدو لتتواصل ما بين الفصول، فصل من حرب وفصل من رماد، وفصول أخرى تصنعها أيدي الشباب. رسائل تكتب على صفحات الزمان، توثقها تجربة قبل صهيل الليل، فتيات في الفخاري تحفر الصخرة لتقول: أننا هنا، نهتم لنا ولكم، نهتم لأن نكون، لأن الكون دوننا لا يكون. احنا هدفنا من برنامج هذا انه تطوير الفخاري، عمل فيه شوية تطورات زي ما طلبنا المكتبة، او تكون اي حاجة تكون مفيدة للفتاة من منطقة الفخاري. احنا دورنا كإنجاز شعبي حابين كفتيات احنا نقدم لمجتمعنا حاجة كتير كويسة. منطقة الفخاري منطقة انا احكيها من وجهة نظر كشاب يعاني من جميع اللي بيعانوا منه الشباب، لأنه كثير جدا في نقص من الخدمات في منطقة الفخاري، أنه وصلتنا الخدمات ملهاش إلا 3 سنوات كخدمات كهرب، مية، تليفون. 2008 وصلتنا خدمة DSL الإنترنت، غيرهم لما فكرة ضعف مشاركة الفتيات في منطقة الفخاري هو لعدة أسباب. أول سبب رئيسي أنا بعتبره من وجهة نظر شخصية العادات والتقاليد الموجودة في المنطقة، لأنه عادات والتقاليد بسودها مجتمع ريفي. شخصية البنت بالفخاري بتكون ضعيفة، ما بتلاقيش لا جمعية ولا حاجة حتى ينشطها أو ندونها تروح عليها. كل اللي يمنع عادة الأهل إنه عقولهم متحجرة، في أهل عقولهم متحجرة متعصبين، يعني خلص البنت ما تطلعش. ليش أنا هيك؟ يعني طب تقعد تناقشي؟ لا، ما حدش يناقشني، أنا هيك مخي حكالي بديش أطلعها. من الإنجاز اللي وجدته مجموعة قطرات الندى إنهم طلعوا من بيوتهم وصاروا يبحثوا ويشاركوا في المجتمع المدني، يكون لهم دور رئيسي في المجتمع المدني. قد يكون الوصف جميلا، ولكن بصوتهم وأيديهم يكون الفعل أجمل.
ان تكون مبادرتنا ناجحه، نعمل مكتبه بيستفيدوا منها اللي ما بيعرفوش يقروا. ممكن احنا حنعمل جزء في المكتبه لمحو الاميه، دمج الفتيات عن طريق جلسات متفاوته ولتفعيل دورهم في المجتمع. ممكن احنا نعمل مجموعات ناخذ البنات حتى نشجعهم في الانجاز، واحنا احنا فتيات بتواصلوا معنا، يعني لو كان واحد من خارج الانجاز ما احنا نحكي لهم عن الانجاز وعن استفدنا من الانجاز وطريقه الانجاز تعاملهم معنا اكيد حيحبوه، لانه احنا فتيات زيهم. تحقيق الهدف اللي احنا وصلنا لعنده، ما نضلناش واقفين عند الهدف، مثلا وصلنا لهدف فنضلنا ماشيين فيه عشان نحققه في الاخر. عام بعد عام ندرك أن سر الإبداع في اختلاف التجارب وفي ممارسة الأفكار لتنمو وتصير عجلة تقود مجرى الحياة، حياة شباب تكون عرضة للانتهاء أو الانتهاك. أطرافهم وأحلامهم قد تستأصل من فعل الحصار، يذهبون للموت عنوة ولا مكان لممارسة الحياة. هناك في بيت حانون فتية يلتقون في رحاب المدينة، تتبعثر خطواتهم ما بين الطاهر والتغريد والرازي ليستقروا في نهاية المطاف في العطاء ومنزل بلال. لم يعيقهم كل ذلك لأنهم يصرون أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. وضع الشباب في بيت حنون سيء، خاصة بعد الحرب على غزة، أنه بتلاقي الشباب يروحوا على مناطق خطيرة قريبة من الحدود والجدار الفاصل، عشان هيك احنا قررنا نعمل ملعب مناطق لعب آمنة تكون بعيد عن جدار الفصل واليهود. فقد بعضهم بعض أطرافه نتيجة لعبة الحرب، ولا ذنب لهم سوى أنهم يحبون لعبة كرة القدم. كنا نلعب كمجموعة في منطقة أرض الباشا، كنا نلعب صرف في شرف الأرض، فهي صاحب الزميل هذا أيمن فقد إصبعه تصاب إياه. لذلك يذهبون بعيدا عن الحياة، قريبا بعض الشيء للموت، اتجاه الجدار الفاصل ما بين الحياة والموت، ليمارسوا لعبة كرة القدم التي لا يمتلكون مكانا داخل المدينة يتسع للعب أو للحب. زي ما احنا شايفين هاي مدينة الزروت قريبة جدا من المنطقة اللي هان، والجدار الفاصل بليها لبعدين، وهي الملعب اللي كانوا يلعبوا فيه المشاركين قبل هيك، واللي شايفين تعرض لأكثر من قذيفة وأكثر من قصف من قبل طيارات F-16. وإن شاء الله احنا حنعمل ملعب تاني يكون أأمن منه بكثير، ويتيح الفرصة للشباب انهم يلعبوا فيه بأمان وبحرية. هاي بحرقوا في الأرض وبيجرفوا في الأرض تجريف كامل، مش قادرين نص الأرض. يا عمي هذه المنطقة اللي بتحكي عنها تقول ليش الأولاد بيلعبوا، لأنه منطقة كلها مفحرة فيها محل صواريخ، شاف كيف انضربت F-16، وفيها محلها زي مواد كيماويه بتخوف، يعني بدك صحيح هذه خطر على اولاد صغار زي الفسفور وشي، وعشان هيك يعني بدك صحيح صعبه جدا ان الاولاد يلعب. نوادي المدينه اصبحت ركاما بعد بناء واغلقت بعد ان فتحت الابواب. شباب يصرون على ان يحفروا الارض بسواعدهم ويعيدوا لها الحياه، يصرون على ايجاد مساحات امنه للعب لزملائهم الشباب، ويقومون على تنظيم أنشطة رياضية تساهم في تقليل الخطر من الأجسام والمتفجرات الملغومة بالقرب من المناطق الحدودية ببيت حانون.